السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مش هطول على حضراتكم وندخل في الموضوع على طول. عمرو أديب النهاردة خرج يبشر الناس. انت طبعا عارفين بشريات عمرو أديب اللي بتيجي له في جهاز السامسونج للشعب المصري. انت عارفين عمرو أديب لما بيجي ينقل بشرة من جهاز السامسونج للشعب المصري بتبقى انتوا عارفين ايه اللي مترتب من بعد منها. تاني يوم الصبح الشعب المصري بيصحى بيعرف ايه اللي حصل له وايه الرسالة بتاعت عمرو أديب اللي كان عايز يوصلها. عمرو أديب في البداية أول جملة قالها كده مباشرة: يا جماعة، سعر الجنيه الحالي اللي موجود الحالي سواء بقى في البنك المركزي أبو 24 ونص، خد بالك بس إن صندوق النقد هيجتمع مع البنك المركزي ومع وزير المالية المصري يوم 16 اللي جاي، وصندوق النقد بيقول لهم 24 ونص ده مش عجبانه كسعر رسمي في البنك. قال لك الجنيه مش مرن، لازم السعر يرتفع، لازم الدولار ده يرتفع يعدي كده، ولما الدولار يعدي يا جماعه ما تسالوش عن السعر. عمرو اديب بيقول لكم ما تسالوش عن السعر، الجنيه الدولار بقى بكام جنيه، يعني لو وصل ل 50 ما تسالوش، انتوا بس اسالوا عن حاجه واحده، هو في دولار ولا ما فيش؟ انه الجنيه ليس مرنا بالقدر الكافي. يعني ايه ليس مرنا؟ يعني سعره لسه منخفض. ال 24 جنيه و60 قرش طبقا لبعض الاخبار اللي بتطلع من خبراء الصندوق ان هو مش ده الرقم اللي نرضى بيه. فالمهم انت كمواطن لازم تاخد بالك، يعني تكون عندك وطنيه كده، يكون انت وطني زي الناس الوطنيه اللي انت شايفهم دول كده، دي وطنيه، دي يعني دي وطنيه، فلازم تبقى انت وطني زيهم. قال لك الجنيه ليس مرنا. طب هنعمل ايه يا عمرو؟ يعني هو مش مرن، احنا هنعمل ايه؟ قال لك الفايده، هنجري على الفايده على طول، نرفع الفايده تاني، نرفع الفايده تاني، فالجنيه يبقى الدولار ب 30، ب 35 في السعر الرسمي. السعر الرسمي، طيب يعني هو وصل ل 30 دلوقتي في السعر الرسمي، تمام، في السوق الموازي بقى بيوصل لكام؟ 40. 40، شفتوا بقى؟ دي يا جماعه واحده من نجاحات الزعيم عبد الفتاح السيسي. استلم الدولار ب 46 او 86 من محمد مرسي اللي قال لك عشان الدولار، انت واخد بالك، انت سندس الدولار ومش الدولار، فدلوقتي هو رايح ل 40، رايح لل، وده في حد ذاته انجازات. فعمرو اديب قال لك احنا هنرفع عليك سعر الفايده يا مواطن. فوارد جدا ان قبل يوم 16 او بعد يوم 16 بيوم او يومين يحدث ارتفاع في الفايده، ده السيناريو الاولاني عشان اكون واضح، ويتحرك سعر الجنيه المصري. طيب هترفع سعر الفايده يا عمرو اديب وانت جاي تنقل بجهاز السامسونج الرساله بتاعت النظام المصري، اوكي تمام خلاص. ايه بقى اللي هيترتب عليها؟ يعني انا عايز اعرف بقى المواطن سندس المواطن السندوسي ده، يعني هو ايه اللي ايه الانجازات بقى اللي هتعود عليه؟ ما انت عارف مؤيدي السيسي الانجازات بالنسبه لهم صب في مصلحه، يعني هو ليله الخميس صب في المصلحه، هو ده مؤيدي السيسي، هو بيحسب الانجازات، يعني مؤيدي الزعيم السيسي الانجازات بالنسبه لهم ان تتصب في مصلحته، يعني هم مش الانجازات ان يشوفوا علمه ويشوفوا صحه، لا 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 لا، انجازات انك تصب في مصلحته. طيب يا عمرو اديب، الجنيه ليس مرنا وهم هيرفعوا سعر الفايده، ده هيترتب عليه يا عمرو اديب؟ قال لك ان احنا لازم نصارح الناس بالحقيقه من اللي هيحصل له. ده انتوا هيحصل، بص احنا لازم نصارح الناس بالحقيقه. عمرو اديب، كل فعل لا رد فعل. هل احنا لازم نسمع كلام الصندوق؟ هل البضائع اللي في المواني دي هتخرج بسرعه؟ مش عايز حد فيكم يقول لي ايه؟ يقول لي هو ما فيش اخبار كويسه، في ازمه في البلد، في ازمه اقتصاديه، لازم الناس تبقى عارفه ايه اللي بيحصل وايه الحكايه. شفت انت كمواطن زي سندس بتأيد الزعيم السيسي؟ قال لك ايه؟ قال لك ان خلاص، ما يعني احنا صرحناكم بقى مصريين، جنيه ليس مرنا، هنرفع سعر فايد اللي هيحصل ليكم مش طبيعي، فلو سمحتوا يا مصريين، ها يعني وانت بتصب في مصلحتك كده ايها المواطن السندوسي اتحمل، يعني انت وانت بتصب في مصلحتك عليك ان تتحمل ايها المواطن السندوسي. طب اتحمل ازاي؟ يعني انت سؤال، طبعا انت هتقول ما انا لازم اجيب رز وسكر وزيت، لا ما هو عمرو اديب قال لك حل حلو، قال لك ما تروحش سوبر ماركت تاني، اوعى تروح السوبر ماركت، سوبر ماركت نو، ما تروحش السوبر ماركت تاني. ده كان نصيحة عمرو أديب للمواطن الايه؟ السندوسي اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تانية خالص، ما تروحش السوبر ماركت. وارجع تاني اقول المثل اللي حضراتكم دايما بتتريقوا عليا فيه، السوبر ماركت بلاش السوبر ماركت. لا طيب، بعد اللي انت عملته ده كله يا عمرو أديب بلسانك انت، بكلامك انت، مش كلام اعداء الوطن، بكلامك انت وكل ما هو سندس بيأيدك، طيب بكلامك ده يا عمرو أديب، هل احنا بقى مين انا عايز اعرف يا عمرو، مين هي الفئه الضاله التي يعني تنشر الياس والاحباط بين الشعب المصري؟
مين هي يا عمرو؟ عمرو اديب خرج يقول لك المهم بقى بعد اللي هو قاله، قال لك لو سمحتوا ما حدش احنا مش عايزين حد يحبط المصريين. الله، ما حدش يحبط المصريين، حدش يحبط كل ما هو سندس، اوعى حد يحبط كل ما هو سندس. ده عمرو اديب اللي خرج قال لك كده بعد الكلام اللي قاله، هو اللي بيقول لك ما حدش يحبط المصري. عندنا اشكاليه رئيسيه في هذا الاطار للقائم على الاتصال السياسي، القائم على فكره توصيل المعلومه للمواطن بصوره بسيطه وشرحها ليه ودفعه لعدم الانجرار لمزايدات بتحصل سواء من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال تصريحات غير دقيقه ولا تحمل بيانات الدوله الرسميه. يا بص، يعني انت ما تروحش السوبر ماركت ده بس وما تحبطش، يعني ده اهم حاجه انك ما تروحش السوبر ماركت، ما تشتريش اي حاجه، ما تعملش اي حاجه، الفايده هترتفع، الجنيه هيحصل له انخفاض شديد جدا، الدولار هيعلى، الاسعار هتغلى، الدنيا مش هتبقى طبيعيه. احنا بنقول لك اللي هيحصل لك، ده عمرو اديب اللي قال كل الكلام ده، وانا بلخصه لك في 20 ثانيه بالظبط. طب يا عمرو بعد ده كله قال لك بلاش الناس تحبط بقى، ما تروحوش السوبر ماركت وما تروحوش السوبر، وانت مش رايح، وخد بالك يا مواطن، وانت مش رايح السوبر ماركت برضو في حاجه ثانيه لازم تعملها، ما تتفرجش على قنوات المعارضه. ليه؟ عشان ما تحبطوش. بس هو السؤال للناس النهارده، طب هو الاسبوع الجاي واللي وراه الاسعار هتقل ولا هتزيد ولا هتستقر؟ هو ده ليه بقى؟ ده بيحتاج حضرتك الى نقل رسائل مباشره الى المواطن بصوره دوريه، لا يترك للمنصات المعارضه يستمع وينصت اليها. هي فين قنوات المعارضة يا عمرو؟ ده بقى كلهم يوتيوب، فين قنوات المعارضة يا عمرو؟ كلنا بقينا يوتيوب، فين بقى قنوات المعارضة دي؟ قال لك الله يبص قنوات المعارضة وخلاص، هو احنا عندنا شوية سندس، كل يعني بيتفرجوا علينا ناس زي سندس بيصدقونا، فاحنا لو قلنا لهم في قنوات معارضة هو مفيش عادي هيصدقونا أصلا. هم إذا يا ابني إذا كان دول بيقتنعوا إن الصب في المصلحة أفضل ليهم من إن هم يبقى في تعليم وفي صحة، هم بيقتنعوا إن في صب في يعني لما يخرج عليهم عمرو أديب يقول لهم هيحصل ارتفاع في سعر الفايدة، هو يضحك المواطن يقول الله انجازات السيد الرئيس، الجنيه هينخفض، فالمواطن السندساوي او المعزاوي يضحك ويقول لك الله انجازات السيد الرئيس. ده هو يعني هو عمرو اديب شايف او هم شايفين ان هي دي كده الانجاز، ده كده الانجاز. فقال لك المهم انت ما تروحش لا السوبر ماركت ولا قنوات المعارضة. الادراك العام هو ده. ما هو ده ليه بقى؟ ده بيحتاج حضرتك الى نقل رسائل مباشره الى المواطن بصوره دوريه، لا يترك للمنصات المعارضه يستمع وينصت اليها. خلاص لا تروح سوبر ماركت ولا قنوات معارضه. طيب نعمل ايه يا عمرو اديب؟ يعني انا كشعب بقى اهو كمواطن اعمل ايه بقى؟ قال لك بص يا مواطن، علشان بس يبقى احنا صرحه مع بعض، انت بقى كمواطن سواء انت محامي او طبيب او مهندس او اي حاجه من دي، فاكر انت مواطن لما قال لك ايوه الغاء الفاتوره الالكترونيه بعد ما المحامين نزلوا عملوا لقطه قدام نقابه المحامين في وسط القاهره جنب ميدان التحرير، قال لك الغاء الفاتوره، صح كده مواطن؟ هو عمرو اديب خرج مواطن وقال لك لا دي حكنا عليكم، الفاتوره الالكترونيه هتتنفذ في ابريل. ايه ده؟ يعني ما اتلغتش؟ لا ما اتلغتش، هي ما اتلغتش الفاتوره الالكترونيه، ما اتلغتش. شفت يا مواطن؟ شفت يا مواطن؟ كل ده مواطن، يعني هو المحامي لما يتعمل فاتوره الكترونيه هيرقف بالراجل اللي جاي؟ لا مش هيرقف فيه، هيضطر يزود عليك السعر. المهندس هيزود عليك السعر، الطبيب هيزود عليك سعر الاستشاره وسعر الكشف، طبيعي طبيعي جدا. فهو قال لك بص يا مواطن، احنا مواطن اجلنا الفاتوره الالكترونيه لشهر ابريل، احنا هننفذ الفاتوره الالكترونيه بس في شهر ابريل يا مواطن، يعني هتدفع، يعني انت واخد بالك يا مواطن، انت هتدفع برضه يا مواطن، هتروح سوبر ماركت ولا تتفرج على قناه معارضه وهتدفع يا مواطن. وقلنا لهم حتى التسجيل قبل 30/4، كل اللي هيتقدم للتسجيل قبل 30/4 القادم بطلب تسجيل المأمورية التابعه دي هنسجله على المنظومه مجانا. ادفع يا مواطن، ادفع، طالما المواطن سندس والمواطن راضي يدفع المواطن عادي يا جماعه. زي ما قلت لك تاني، هم شايفين الانجازات بتاعت عبد الفتاح السيسي ان يتصب في مصلحتهم، يتصب في مصلحتهم. بمناسبة الصب في المصلحة، عمرو اديب خرج وقال لك على فكرة بقى بلا فخر، بلا فخر مطبلطية، يعني بلا فخر بقى عمرو اديب اللي بيقول لك احنا بلا فخر بعنا حصة مصر في فودافون لشركة مش عارف ايه افريقية وعادي جدا، بس ما شفناش حد اتكلم، قصدنا احنا يعني ما حدش اتكلم منهم علينا احنا يعني. طب ده يا عمرو ده حاجة تدعو للفخر، امال ايه؟ امال ايه ده فخر؟ ان احنا بعنا شركتنا. وده برضه يوريك ايه؟ ان المواطن السندساوي او المعزاوي لما بيشوف الشركات المصريه اتباعت هو بيفتخر، الله انجازات. شفت هم شايفين الانجازات بالشكل اللي عمرو اديب شايفه بالظبط. لقيت بعض الناس بتحبكها قوي، في شركه في جنوب افريقيا اسمها فوداكوم اشترت من فتره حصه فودافون في فودافون المصري، ولا حد فتح بقه. هكون صريح اهو، لو كان حد من اخواننا العرب في منطقه الخليج كان جه اشتراها كنت هتقلع سوري.
قصة لطيفة ظريفة كده باللي بتحصل في مصر الجميلة، بالاقتصاد اللي بيحصل، بالإنجازات العظيمة اللي بيقوم بها عبد الفتاح السيسي. شفتوا الإنجازات يا جماعة؟ شفتوا الإنجازات؟ شفتوا جمال الإنجازات اللي بيقوم بها عبد الفتاح السيسي؟ شفتوا التطور اللي بيحدث في مصر؟ عمرو أديب بيقول لك أنت ما تسألش عن سعر الدولار وصل كام؟ خدوا بالك دي جملة مهمة جدا، ما تسألش عن سعر الدولار وصل كام؟ اسأل هو في دولار ولا لأ؟ وأنت عارف يا عمرو ولميس عارف، ها يا عمرو انت عارف ولميس عارف واحمد موسى عارف وناشد ومحمد الباز ومن قبلكم رئيس البنك المركزي ومن قبل رئيس البنك المركزي السيسي، كلكم عارفين يا عمرو ان مفيش دولار في البلد، وهي دي القصه اللي كلكم عمالين تدوروا في بيع اصول مصر عشان تجيبوا دولار. سلام عليكم.